احنا خلصنا البنيه التحتيه بالكامل للنادي كله، مش للمرحله الاولى بس، خلصناه بالكامل. خلاص المرحله الاولى بتضم المبنى الاجتماعي، مبنى مسطح 1200 متر على 3 ادوار اللي هو بجوار المسجد. ده مبنى كبير جدا، يعتبر من اكبر المباني الاجتماعيه في افرع النادي الاهلي، هو المبنى الاجتماعي الشيخ زايد اللي حاليا برضه شغالين فيه. عندنا الملاعب زي احنا اللي احنا منطقه فيه، دي منطقه ملاعب اللي هي اسوار المحيطه بينا، ملاعب السله، ملاعب الطايره، 4 ملاعب سله، 4 ملاعب طايره، 4 كره يد، 4 كره خماسيه نجيله صناعي، اكاديميه كوره، 2 ملعب كوره كبار لاكاديميه الكوره، غرف العمليات قلناها، والمبنى الاداري اللي فيه مكاتب الاداريه بتاعه النادي، وفي جزء هيكون خدمي للاعضاء يعني هنعلن عنه لاحقا ان شاء الله باذن الله. مرحلة بالكامل طبعا فيها غير موقع العام، موقع العام فيه بحيرة صناعية كبيرة جدا بنافورة، كل الكلام ده حاليا احنا شغالين فيه، وفي اقرب وقت ان شاء الله في الشهور القليلة المقبلة باذن الله هنفتح المرحلة الاولى. يمكن انتوا متابعين معانا قرارات مجلس إدارة، الجلسة الأخيرة المجلس أصدر قرار حمام السباحة، هو المكان مجمع حمام سباحة بغرف قلع ملابس بسبا بساونا بجيم، لا موضوع كبير جدا يعني زي مجمع حمام سباحة أهلي مدينة نصر، زي مجمع حمام سباحة الشيخ زايد، الأهلي الأفرع كلها زي بعض ماشيين بنفس الروح بنفس السيستم. ده مجلس إدارة النادي الأهلي، ده احنا كان في تارجت لينا مع مجلس إدارة النادي الأهلي في المرحلة ديت ان احنا نحط زي كده ايمج للنادي الأهلي في كل الفروع، وده اللي تم فعلا. هتلاقي اسوار الجزيرة هي اسوار مدينة نصر، هي اسوار الشيخ زايد ان شاء الله، هي اسوار التجمع الخامس، حتى البوابة أهلي مدينة نصر العملاقة اللي قدامها النسر، بقول لحضرتك طبعا ده ليكوا طبعا، احنا بنعمل فعلا نفس النسر في هذه المرحلة، وهنفتح بوابة كبيرة زي أهلي مدينة نصر. فهي انت هتحس ان الروح اصبحت واحدة، انت ما تقرب من المكان ده النادي الأهلي خلاص، اللون الاحمر بتاعنا المشهور مع اللون الجراي الجديد، هي دي الروح اللي بتغلب دلوقتي على كل افرع النادي الاهلي، فعضو النادي عارف خلاص، تحس مفيش فرق بين الانديه كلها، نفس الروح واحده كلها، وده كان هدف مجلس اداره بصراحه. احنا لما جينا اخترنا المرحله الاولى اخترنا الحدود بتاعه لتنفيذ المرحله الاولى لا تعيق المرحله الثانيه، عشان ما يبقاش العضو حاسس ايه ده العربيات داخله وخرسانه داخله، لا خالص ده مش موجود. حمام السباحه عندنا في طرف النادي، ليه أماكن إنذار خاصة بيه، ليه مدخل لوحده قريب من الواجهة الشرقية بتاعتنا، فالمكان ده دي ميزة. فما جينا نخطط لا، عشان عضو النادي ما يشعرش إن فيه تنفيذ مرحلة تانية خالص، يعني دايما ما بكلمش على المعوقات، هي المعوقات موجودة موجودة، لكن لأدام فيه إدارة متزنة وناس متواجدة باستمرار دايما بنزيل أي معوقات. عندنا كانت معوقات في البنية التحتية كتيرة جدا، الحمد لله تغلبنا عليها، خلصنا بالكامل كامل النادي كله يعني بالكامل، ب 50 فدان خلصوا بنية تحتية، ودي برضو كان ما دي ارض النادي، دي كانت تعليمات مجلس الاداره بقى، اللي ما تعملش بنيه تحتيه ل 80% وتيجي تشغل بعد كده تحفر وتطلع، لا احنا خلاص خلصنا صرف وتغذيه وكهرباء بالكامل، دي خلصناها. كان عندنا بعض المعوقات في تغذيه النادي بالكهرباء اللي دي طبعا من بره النادي، الحمد لله غلبنا عليها. بص الشركه المنافسه معانا واحنا ايدنا بايدهم، كل حاجه ادام متواجدين ليها حل. مشروع جراش النادي الاهلي مدينه نصر ده انا من ساعه ما من النادي من 30 سنه كل مجلس اداره بيجتهد مشكورا انه يعمل الجراج، وما كانش بحلف التوفيق، ربنا كرم المجلس الحالي ان احنا نعمل جراج لاهلي مدينه نصر. جه توقيت الجراج بقرار من المحافظه قبليه بمنع الانتظار حول النادي، كده عضو النادي جاي مش عارف يركن فيه، وسبحان الله التوقيت انشاء الجراج مع توقيت منع الانتظار ده كان كرم من ربنا، عشان خاطر عضو النادي الاهلي يستحق برضو ان هو خلاص بقى فيه موضوع صعب جدا، الناس كبار السن بيركنوا بعيد قوي عشان يجوا، الموضوع صعب قوي. فالحمد لله مجلس ضرب مجهوداته قدر يحصل على الموافقات لانشاء الجراج. وعايز اقول لك على حاجه، لو انتم ماشيين النهارده او بكره رايحين هتلاقي في يافطه متعلقه على الجراج مكتوب فيها باقي من الزمن 50 يوم، لان طبعا انت بتواكب بقى ايه الدولة حواليك ماشية بسرعة عملاق، في شركة بتعين هناك في الجزيرة هد مدرج، في جلسة مجلس إدارة يوم الأحد أنا هعرض على مجلس إدارة هنهد إمتى المدة قد إيه، عشان ده كان برضه هوضح لك حاجة، ده كان من ضمن البرنامج الانتخابي لمجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب، لأن أنت مطالب كمان تهد، والمنطقة اللي بعد ما تهدها هتدخلها جوه النادي تستغلها. الشيخ زايد بقى طبعا دي الفترة المرحلة اللي شغالين فيها في الشيخ زايد تقريبا هي نفس مساحه المرحله الاولى 28 جديد، ما بند جديد بالظبط. عباره عن ايه بقى هذه المرحله؟ عباره عن مجمع ملاعب سكواش، 8 ملاعب سكواش
تسمح للنادي الأهلي فرع الشيخ زايد إنه يقيم بطولة. دي متطلبات الاتحاد، لازم عدد الملاعب لا يقل عن 8. الملاعب مطابقة للاتحاد الدولي، مش ملاعب محلية، الاتحاد الدولي. الملاعب كلها مش مجرد حاجة تدريب، لا، مطابقة لمواصفات الاتحاد الدولي. تحت الثمان ملاعب دول صالة تنس طاولة مطابقة لمواصفات الاتحاد الدولي. غرف خلع ملابس، دورات مياه، تويلت، مبنى متكامل. ده أكبر مبنى. احنا شغالين زي ما تشوفوا حركة ايه في كل الأفرع، في كل المجالات، في صمت، في هدوء. مجلس إدارة دعم غير طبيعي انه قدر يوفر المجهود، يوفر الاعتمادات المالية. الكلام ده مش يعني اكيد انت عارف الدنيا خلاص في اعتماد مالي وفي دعم مجلس إدارة. فعلا كابتن محمود ومجلس إدارة النادي الأهلي يعني يستحق بجد التحية والتقدير، مش عشان احنا في الدوري دي معاهم، لا بجد الواقع يقول كده، الانجازات تقول كده. كابتن محمود ومجلس إدارة النادي الأهلي هم باصين عضو النادي ونواكب التطور اللي حوالينا ونفتح بقى الافرع دي كلها. انت انا بتهيالي احنا بعد ما نفتح يعني هيبقى بتهيالي خلاص بقى يعني ايه الافرع خلصت. هنشوف بقى ممكن فرع الاقصر بعد كده الافرع الثانيه، مش عارف بقى مجلس الاداره سياسته ماشيه ازاي الفتره الجايه، بس احنا معاهم اي حاجه عايزينها احنا تحت امرهم.